عليكم. سلامة الله. مثل هذه آلاف مؤلفة من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع وتدرس فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر. لكثرة الناس، كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه بضيع الحجر وبروح ما يبقى له أثر. إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشمينته ولو كان محروق. شو بدي يروح الحجر؟ شيخ إذا كان في قبور بني عليها مدماكين، والمدماك الأول تقريبا ضاع نهائيا، وبعض القبور حط عليها مدماك واحد فقط واندر ضاعت. شو رأيك تعرف الحجارة الصبات اللي بيضعوها للتفريغ لسد ممر؟ ألا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون سادينها؟ طيب لو صبينا صبة باطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إزالته وإزالته؟ ممكن. إذا شو قال لا يمكن نبني بقى قصر فوق القبر؟ لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني. هذا هو كيف في حدود الحاجة. نعم حدود الحاجة. طيب هلا نحن يصبينا صبي هالصبي مين بده يشيلها مين بده يشيلها؟ أرجل الناس والتراب الحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صبة بطون. طيب. على صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بداية الأمر كانت مرتفعة. والآن صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا شجر وما شجر. فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما بيعرفوا أنه هون في قبر. حتى أجوا ناس بدهم يبحثوا عشان يحفروا قبر آخر. طيب. أنت ما حطيت علامة قبر؟ أنا لحد الآن صفيت بلوك هيك صرت على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامة، وأقارب وأهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط، عشان هيك أنا عم بسألك. والله سيدي أنت عرفت الحكم الشرعي، يعني الأصل هو تحريم البناء على القبر. الأصل تحريم البناء. أيوة، لكن إذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمة كلحم الخنزير يقول إلا ما اضطررتم إليه، فمعناها الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيفنا، الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هي، تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر بغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبناء والتزيين والزخرفة وهيك عيب، فإذا عرفت فالزم غيره في شيء. تفضل. عندما دفننا الميت جبنا حجر وضعناه كشاهد لأجل التراب والهواء والغبرة وهالناس، لو إجينا صبينا صبة بطون على مسح الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة، هذا نفس البحث سيدي في حدود الحاجة. في حدود الحاجة بس. أما يعلو حجر وحجرين هذا مكروه. بارك الله فيك. أصدر دائرة الإفتاء قبل سنتين تقريبا فتوى في الجريدة، أخذت نص صفحة في الجريدة، ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك، واستشفوا من الحديث واستفادوا من الحديث لا تعلم بها قبر أخي. قالوا الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. فما رأيكم؟ رأيي يعرف من جواب السابق. نعم جواب الضرورة تقدر بقدرها، فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتاب فيجوز بحكم الضرورة، إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أحضر لك مثال، أدخل المقبرة هاي هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد، ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها
اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة إلى آخره. هذا في حاجة له؟ لا. هل يعطوا الفتوى؟ ما أعطوا القيود هي، ما حددوا. عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا مثل أبو عزة الله يرحمه وضعنا شهادة وخطينا خط هيك أسود، صار علامة ولا لا؟ صار علامة. طيب مشان ليش الكتابة؟ هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي خدناه آنفا، انه ضرورات تبيح المعذورات، لكن ايش؟ تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتابة نبتعد عن ارتكاب النهي اذا كان في بديل عنها. وهي انا جبت لك بديل، انت هلا عندك اشكال. شو اشكالك حول الخط؟ أنا أشكال حول الخط أنه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضعها، وهذا مقصود مثلا شو؟ لكن مثلا بعض الأقارب، شو المقصود الكتابة اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟ نعم، لكن فيه مثلا أقارب بدهم يجي يزوروا القبر، ماذا عرفوا هالصلاح هذا؟ يعرفوا من الأقارب شيخنا، الأقارب يعرفوا من الأقارب. طيب بل كما وصلهم لنا ولا يصلي يا سيدي، خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم. والآن مع مجلس آخر.